بيكم في اسهل انجليزي ده ولا ايه؟ ازاي تقول 24 ساعه في الاسبوع؟ بتقولها بمنتهى السهوله 24/7 بالظبط كده زي ما مكتوبه 24/7. انت بتقولها كده بس 24/7 يعني 24 ساعه في السبع ايام في الاسبوع. اختي مثلا مطلعه عيني ممكن تحطها لي دلوقتي في جمله وتحطها في الكومنتس وتقول لي زاهد تستخدم كلمه 24/7. ممكن تقول مثلا ان الخدمه بتاعت الشركه دي شغاله 24/7 يعني ما بيقفلوش 24 hours a day 7 days a week all the time. For example, we're open for business 24/7. وتعالى اقول لك يعني ايه فانوس بالانجليزي. لا ده انا عادي واقفه في البلكونه، بس مش اي بلكونه، بلكونه انجلش زون في فرع اسكندريه، بلكونه ترد الروح. فانوس بالانجليزي اسمه لانترن. هستنى اشوف الجمل بتاعتكم في الكومنتس وهصححها لكم نفسي. باي باي.